أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل البوغازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور يا أبو فهد، حياك الله والساعة المباركة. واليوم طبعا راح نتكلم عن مباراة طبعا من مباريات الدوري. هذه المباراة كانت آخر مباراة لجاسم يعقوب تلفزيونيا. يعني هو لعب بعد هالمباراة يمكن مع تضامن أو طبعاً لكن آخر مباراة نقلت طبعاً لعب فيها جاسم يعقوب ونقلت على التلفزيون. هذه المباراة طبعاً كانت في 25/12/1982، والخبر نزل في الجريدة طبعاً في 26/12/1982. أفضل فوز القادسية هذا الموسم على كاظمة 3-2. طبعا المباراه هذه قيمت على استاد نادي كاظمه، شهدت اول مشاركه لعبيد الشمري جمعته مع المرعب جاسم يعقوب وفيصل الدخيل. نعم. في المباراه هذه استطاع نادي القادسيه الفوز بنتيجه 3-2. جاسم يحرز هدف، فيصل يحرز هدف، والهدف الاخير يحرزه جمال ابو حمد، لكن يوسف سويد تعادل 1-1، وحمود فليطح تعادل 2-2، لكنهم خسروا بنتيجة 3-2. نعم. طبعاً أفضل فوز القادسية هذا الموسم على كاظمة 3-2. مفهد ضغط كاظمة وسجل القادسية لخبرة مهاجميه. طبعاً نجح القادسية في إضافة نقطتين ليصبح رصيد 12 نقطة بعد فوزه على كاظمة في 3-2 في اللقاء اللي يقيم بينهما أمس على استاد كاظمة في أولى مباريات الأسبوع التاسع من دوري العام. وكان الشوط الأول قد انتهى بفوز القادسية 2-1. سجل جاسم يعقوب أول هدف القادسية والمباراة في الدقيقة 16، وتعادل حمود فليطح لكاظمة في الدقيقة 29. أضاف فيصل الدخيل الهدف الثاني القادسية في الدقيقة 39، وفي الشوط الثاني سجل يوسف سويد هدف التعادل لكاظمة براسه في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني. وطبعا أبو فهد، وسجل جمال أبو حمد هدف فوز القادسية في الدقيقة 23 من الشوط الثاني، وهذه هي أول خسارة لكاظمة في هذا الموسم. نادي كاظم وقتها كان بطل كأس الأمير بعد فوزه على الكويت 6-1، يواجه نادي القادسية، بس يعني كانوا اللعيب الموجودين فيه معروفين بالمنتخب اللي هو جاسم يعقوب وفيصل الدخيل، يمكن لعب عبد العزيز حسن بالمباراة هذه، لكن بشكل عام لعيبة القادسية كانوا كلهم جدد وصغار. جمال أبو حمد، عبيد الشمري لعب في المباراة، قدر نادي القادسية طبعا الأهداف كلها جميلة، يعني هدف جاسم يعقوب وهدف فيصل الدخيل وايضا هدف حمود فليطح الفاول، كان من اجمل الاهداف كالعاده. حمود فليطح مميز في لعبه الموزه، وايضا يوسف سويد احرز هدف جميل بتمريره بالشماليه من ناصر الغانم، قدر يوسف سويد يحطها براسه من اجمل الاهداف، وايضا تعادل بهجمه عكسيه جمال ابو حمد بعد تمريره من جاسم يعقوب احرز فيها هدف الفوز لنادي القادسيه. نعم. طبعا رفع رصيده كاظمه، يعني او ضلع رصيده عفوا ظل على رفع القادسية رصيده ل 12 نقطة. صحيح. ظل كاظم على رصيده 15 نقطة، وأفسح المجال العربي الذي سيلعب مع الفحيحيل في هذا الأسبوع للانفراد بالصدارة إذا فاز عليه. طبعاً دفاع كاظم يعني هو سبب الهدفين اللي سجلهم طبعاً نادي القادسية. هني الخبرة لعبت دور، خبرة جاسم يعقوب وفيصل الدخيل خصوصاً يعني توهم رادين من كأس العالم ونجوم في تلك الفترة، يعني في تشبع كروي عندهم، فالمباراة هذه كانت بالنسبة لهم يتعاملون فيها بالخبرة أكثر ما يتعاملون فيها يعني بأمور تكتيكية. يعني طبعا حكم المباراة كان عبد العزيز السلمي، ومثل الله يرحمه مثل الفريقين قادسية جاسم بهمن في حراسة المرمى، وليد مجبل وبدر الجازر، خالد أبل وعلي محمد للدفاع، جمال أبو حمد، محمد ذاير ومتعب الذاير الله يرحمه، عبيد الشمري الوسط، جاسم يعقوب، فيصل الدخيل للهجوم. يعني عبد العزيز حسن ما لعب المباراة، بس رايك نطلع فاصل؟ ان شاء الله. وبعدين نتابع بقية حلقتنا. اعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلكم معنا. فاصل قصير وراجعين لكم.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا، وكنا نتكلم في البارت الأول عن فوز ما نقول تاريخي، مميز في موسم 82-83 اللي كآخر مباراة ينقلها التلفزيون للمرعب جاسم يعقوب، أيقونة الكرة الكويتية وأسطورة الكرة الكويتية في تلك الفترة. كان مميز الكابتن جاسم يعقوب، وفي حكي كان راح يرجع للمنتخب، وكان كلام يعني في إن جاسم بعد نيودلهي، بعد ما يرد من نيودلهي ممكن جاسم يكمل سنة أو سنتين مع المنتخب، لكن القدر ما قدرنا، يعني إصابة جاسم يعقوب الكل يعرف، وراح علاج في أمريكا، وهذا اللي أنهت مشواره الكروي. نعم طبعاً، إحنا قبل فاصل قلنا لا، يعني لاعبين أسماء لاعبين القادسية، لاعبين نادي القادسية لعبوا لقاء، لكن أنا راح نقول لاعبين نادي كاظمة: آدم مرجان في حراسة المرمى، خليل إبراهيم استبدل بفهد جاسم، عبد الله معيوف وجمال يعقوب وحمود فليطح لخط الدفاع، فيصل عيدي وفوز ابراهيم اللي استبدل باسماعيل بارون وناصر الغانم في خط الوسط، طارق نجم ويوسف سويد وصالح المسند في خط الهجوم. نجوم كلهم مميزين طبعا، الفريقين اي والله. وهذه طبعا صورتين، يعني صوره لجماعيه نادي القادسيه، وكذلك صوره اخرى معيوف يلعب الكره براسه، سبعه من لاعبي القادسيه في انتظاره، والصورة الثالثة خليل إبراهيم يمر بكرة وعلي محمد يلاحقه. هذا طبعا نروح إلى يعني نفس المباراة، لكن في صحيفة أخرى اللي هو استغل القادسية الهجمات المرتدة وفاز على كاظمة 3-2 وأوقف تقدمه، طبعا اللي هي 26 ديسمبر هذه نفسها طبعا، هذه طبعا كذلك فيها ثلاث صور جميلة ومختلفة عن الصحيفة اللي أو الغصاصة اللي عرضناها. طبعا هذه الصور من تصوير موفق الشيخ. الصورة الأولى طبعا هدف فليطح الأول في مرمى القادسية ومحاولة لم تنجح من بهمن، شوف الكرة رايحة فوق وفهد يبين، هذا هدف حمود الجميل. جميل جدا، شوتات فليطح، هدف جميل جدا الكابتن حمود فليطح على يمين جاسم بهمن، وكان يعني حمود فليطح مميز بالعبات، يعني كان كاظمة إذا حصل على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء تعتبر ركلة جزاء بالنسبة لنادي كاظمة لوجود حمود فليطح. أيضا ناصر الغانم كان مميز باللعبة هذه، لكن حمود فليطح وبالذات مع القادسية سبحان الله، يعني في موسم 79 حرمهم من الدوري بعد فوزهم 1-0 بهدف جميل حرز حمود فليطح في مرمى أحمد ثويني الله يرحمه، راح الدوري العربي. وموسم ايضا 81-82 في نادي القادسيه حرز هدف فوز بعد ما فازوا 3-2 على القادسيه بعد ما كان القادسيه تقدم 2-0، وهني ايضا نعم. احرز هدف جميل جدا. نعم طبعا احنا مثل ما قلنا حكم المباراه كان بعيد سلمي، وساعده طبعا احمد المسفر وصبيح ابل وفاروق العوضي وجاء التحكيم جيدا، وانذر الحكم يوسف سويد من كاظمه وعلي محمد وبدر الجاسر من نادي القادسيه. نعم طبعا الدوري هذا احرزه النادي العربي موسم 82-83، نادي الساميه كان في المركز الثاني، لان اساسا موسم 81-82 العربي احرز اللقب بعدم وجود لاعبين المنتخب، وقتها كانوا متفرغين لكاس العالم، وكان الدوري والمسابقات المحليه تلعب بدون نجوم المنتخب، لكن 82 نجوم المنتخب كلهم كانوا موجودين، نادي العربي اكد جدارته وقدر يفوز في الدوري. وصلنا التجوري ابو غازي. نعم هذه الصوره صراحه انا ودي اعرضها، اللي هي صوره جاسم يعقوب يعود لمسانده الدفاع، وهنا يخرج كره براسه من امام مرمى. هذه الصوره يعني راد جاسم يعقوب للدفاع، يخرج كره براسه من امام مرمى كالعاده. جاسم يعقوب اذا الفريق احتاجه بيدافع، فكان مميز في لعبات الهواء ويرجع، واكثر من مباراه صارت من منتخب جاسم رجع لعب قلب دفاع مع محبوب ومع معيوف في أكثر من مباراة. أعزائي المشاهدين، مع الصورة الجميلة للكابتن جاسم يعقوب نصل لنهاية حلقتنا، تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم فهد العبد الجليل، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.